أمة محمد عليه الصلاة والسلام تابعة لهذه الأشياء، قذفوا فينا حب الدنيا وحب اللماعات وحب الكرة وحب الأفلام وحب النفس، والأخ يشوف غيره وحا ما يشوفش خوه وما يشوفش بواه وما يشوفش مواه. الآن سمعت واحد الآن قبل خطبة الجمعة أنه والله لم يزر أباه منذ سنوات، غير الآن قبل هنا في المكتبة قال لي هذا إنسان فيه خير. قلت له يا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بعد نسأل على شطروب سنيا إن سيني كو باسكي لا تخومي les éléments, les circonstances favorites à ça, للأسف الشديد. ثم لما تبعنا هذه الأمور ودخلنا قالها الشيطان وأقسم وقال أحتلكن ذرية إلا قليل، غادي أشارككم المال والرجل والذهب والفضة والخيل ونخليهم يتمتعوا. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر خطبة خطبها 100,000 صحابي عليه الصلاة والسلام لما قال لا أخشى عليكم الشرك من بعدي، لا أخاف عليكم الشرك، بتوليشوا شركوا بالله مستحيل، لا أخاف عليكم الشرك من بعدي، ولكن أخاف أن تقبل عليكم الدنيا فتحبونها فتنافسوها كما تنافسها الأولون. لا إله إلا الله. هذا تعرفونه، وأقول تعبيرا عما في قلوبكم، مع هذا كله تبقى القدس قدس المسلمين، مع هذا كله ومع كل هذه المحاولات. والكلمة الثانية من التاريخ، أتعرفون أن هذه الحملة الأخيرة بزعامة ترامب بعد 100 سنة من حلف ووعد بالفور، هذا أصبح وعد ترامب الآن 100 سنة، هذا الحلف إنما هو حلف لحرب صليبية ماسونية ضد أتباع رسول الله. صلوا على رسول الله. قضية ماشي قضية التراب والحجر. نعطيكم غير مثال باش الواحد يزيد يقتنع. تخيل أنت راك جاي جامع الرحمة وتلقى الناس عند الباب ويقول لك جامع الرحمة تيه ما عادش تدخله. وجا اللي يقول لك هذا الكلام غير مسلم. فهو لا يمنع عليك المسجد كمسجد، ولكن يريد أن يمنع منك أن تسجد لله. وتم لا غون ديفيكولتي، وتم هو الرهان الحقيقي. فهم لا يريدون القدس كقدس فقط، ولا فلسطين كفلسطين. والمرحلة القادمة نقولها لكم هي المدينة ومكة، وبلاك رو فيها كاع كما على بالناس دخلوها تلقى كاع لي جروند مارك سيونيست قدام الكعبة 60 متر. مرة حققت ماكدونالد وتوصل حتى لهنا وقس على ذلك. فهم يريدون منا ألا نركع إلى الله ونركع إليهم، يريد منا ألا لا نسجد لله ونسجد إليهم، يريدون منا ألا لا نقرأ القرآن بل نقرأ دستورهم وديمقراطيتهم وانتصاراتهم وهذه الحضارة التي يسوقونها إلى أتباعهم. لما تباع هذاك لو طابلو، فواحد الطابلو تباع مؤخرا اغلى رسم هذاك شكون عارف اسمه 450 مليون قلت دولار. قلت يا ربي شكون اللي شراه، ان شاء الله ما يطلعش امير. وطلع اميرا وولي العهد وخوته يموتوا. مازال نجمع عليكم التبرعات باش لي شارج، ما تنساوناش الجمعه هذه بصح ما عليه جهاد سبيل الله. والله غير الأورو تاعكم ودوزورو نبنيو به العقيدة تاعنا إن شاء الله، وكل واحد يؤدي الواجب تاعه وما تنساوش. بصح هذه أولاد أموال المسلمين ستسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لن تتزحزح قدم ابن آدم اليوم منكم، مني معكم، والله لن يتزحزح قدم يوم القيامة وربي سيسألني على لي شارج وعلى الفونكسيون تاع جامع الرحمه شارك فيه ولا ما شاركش. اللهم اجعلنا ممن يشاركون وما يطولوش لسانهم قدرها كيمشي حتى لاريال هيل، بل يؤدي واجبه. فما بالك بالامير ورئيس الحكومه، واين هم الحكماء والحكام؟ كاين اجتماع عند الرجل الصالح رجب اردوغان الله ينصره والله يثبته، سيجتمعون 13-14 ان شاء الله، 13-14 ان شاء الله يطلعونا بواحد الوقفه قويه. احلم جغاف والله العظيم اني احلم، ويقول يلا نخرجوا ونحبسوا عليهم البترول.
نحلم حبس عليه الغاز، نحلم تتوحد أمة محمد يديروا دينار واحد. والله لو كان يديروا دينار واحد مشترك، والله أمريكا وأوروبا وغيرها تهبط الأرض، والله إلا تركع فقد تتوحد الأمة. وابقى وسيدي غير زيدوا حكمونا، لكن كونوا رجال في هذا الموقف وقولوا القدس لنا، القدس لأتباع رسول الله. القدس كتبها الله في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تعلمنا الآية، هذه تتعبد بها إلى يوم القيامة. وحفظوا سورة الإسراء، ومرة قلت لكم في الجمعة وفي محاضرات إن سورة الإسراء لو نزلت بوحدها كانت القرآن الكريم، ومن أراد أن يتفهم فليفهم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني المسجد الحرام والمسجد الأقصى بحال عند الله. توأما جمع الله بين الكعبة والقدس الشريف، هكذا. واللي يفصل بيناتهم هذا راه غلط في الحساب. وتعرفون لماذا؟ لأن الله يريد لك ولي أن تعرف ونعرف جميعا أن النور الذي أنزله الله بدأ في القدس وحققه الله على قلب محمد في الكعبة، فإنه نفس النور أولا. ثم ثانيا، القدس الشريف هو بوابة الأرض إلى السماء، من هنالك انطلق رسول الله. من ثم طلع، علاش ما طلعش الله من الكعبة؟ علاش سؤال كم إمكانه. لكن الله، والله يعلم وأنتم، يريد أن يقول لنا انتبهوا، أمة محمد نفس النور، وينطلق من هنالك ليقول أن هذا الأمر أمر عظيم، والمكان هذا عظيم بشهود الناس جميعا، والعالم والتاريخ والملل والأديان والألوان تشهد وتعرف. والحجر لو نطق لقال إنني فلسطيني وليس مكان لبني، كما قال الآخر صهاينة ليس لهم تواجد إلا سلما، ويكونوا تحت مطية كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، فهذه الآية روعة. ثم في آية في هذه الصورة، سمحوا لي غادي نخوض هذا بهذا. أنا عندي واحد ديبوتي فرونسي كو جو لام با دو تو، إيسي أونريجستري طون ميو. Et j'ai eu un clash personnel avec lui une fois lorsqu'il est venu dans le cadre du terrorisme ici. Et ils ont fait une audition avec quelques imams dont j'étais avec eux, les frères. Écoute tout de suite, pourquoi agressif comme ça? Il a fait une déclaration Twitter ou Facebook. Et il a dit, un certain Habib, pour ceux qui le connaissent, il a dit, je demande à M. Macron de dire que Quds, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. نعم قالها. وماكرون كان عنده شويه العقل احسن حتى من بعض الحكام العرب اللي ما سمعناهم جياع. فاش راهم فارناه والله ماني عارف، كاريين معمرين بزاف كرشهم بالحرام، ولما تدخل الحرام الكرش ما يقدش يتكلم، الضعيف ما يتكلمش، الاسير ما يتكلمش، اللي في كرشه تبني خاف من النار، بلعوا لهم فمهم. واحد من هاد الأمراء مشى مع هاديك كادر شور ولا كيش يسموها هاديك الطوب موديل، خسر عليها 10 ملايين، لعنة الله على الظالمين. كيفاش بغيتها يتكلم على القدس وهو في غيابته؟ مش الجب، الجب ما فيش الماء، وكتقول البير باش يغرق إن شاء الله. وأنا يا متأكد، وهنا جاي واحد الآية، هذا الحبيب جو في لوي جي ديجا فيها كومينيكي في الفيسبوك، لكن مازال زيد نطلع عليه كلام. قال لو 17 هذه في سورة الإسراء، ربي كاين واحد الآية، رجعوا لها غادي تشوفوها روعة، واحد الآية في سورة الإسراء 15 وسأجيبه بها. واش يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة الإسراء هذه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا اله الا الله، الله اكبر. اللهم ارني هذه الايه عن عاجل، ارني هذه الايه عن عاجل، وحفظها مليح مليح. ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا اردنا ان نهلك قريه
أمرنا نطرى فيها لباترون تاعها ففسقوا فيها إذن كومي لانجوستيس ففسقوا فيها فحق عليها القول لا مدنوا لشاتموا باديسون وغادي يأكلها نقسم لكم بالله لا غادي تشوفوها بعينيكم و 2027 غادي نعود نجلسوا إن شاء الله مازال ما صرنا إلى ربي ما خدش الأعمار سمرها 2027 أنا أعطي هذا التقريب أنا شيخ حمد ياسين قال هذا الكلام ثم أجيب شيخ القرضاوي شيخ البرني معنا يطلع لي سؤال قال لي فلسطين مستعمرة منذ 60 سنة ونحن ندعو الله عز وجل لكن أليس فينا رجل صالح؟ بلى فينا رجل صالح فينا رجال صالحين ولكن الله عز وجل تقديره غير تقديرنا والجنة إترنال وجهنم إترنال وبالتالي حياتي وحياتك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لابد من عملية تمحيص لابد يشوف هاد المسلمين تاع لاريان ومونطون ومش عارف كان وغراس وغيرها وباري وبولنور وكذا لابد نتحرك لابد نرجع إليه والله يثبت إخواننا في فلسطين الله يثبتك هنية لما قال غادي تشوف إنها انتفاضة جديدة البرد عليهم والرصاص وماتوا وكذا وما زالوا فرحانين لأن فيها سعادة لما تكون متصل بالله سبحانه وتعالى وربي لما يزيرك غير باش يجيبك لعنده ربي ربي لا زيرك في مرض ولا زيرك في مال ولا زيرك في أولادك ولا زيرك في مشاكل حتى يقربك فلا تناجي إلى الله ما يكون عندك الفلوس وتكون مريح تظهر مع أصحابك وكذا نورمال بصح لما تزير حتى يرجعك إليه سبحانه وتعالى وهي شرف لهؤلاء وشرف لنا في لاريان في هذا الجامع الآن أننا نقول هذا الكلام ولا نخشى في الله لومة أبدا وسنبقى عليها وضربوا وما زال يضربوا غادي يزيدوا يضربوا لكن ربك سبحانه وتعالى وسترى عجبا من المقدسيين إن شاء الله لأن قال كلمة أما تطبيق هذا أمر آخر وأنا أحذره من هنا وتصل فيها بعض القيادات تاع الإخوة اليهود هنا في نيس يحبوا يجلسوا معي بعد شابات يعني دوما وأبري دوما يبص أصوار فيك ما فسكوا طلعت الكومينيكي الحمد لله مع الإخوة دق دق هلك الكومينيكي قال بالكم تخافوا قلت لكم تخوفوا لكم بغي نديروا شي حاجة قلت لها شو تحبوا قلنا نجلسوا ونتكلموا قلت أنا جلسوا ونتكلموا وربوا بصح فلسطين تبقى فلسطين والقدس قدسنا ولن يزحزحنا منها واحد ونتعاون على الخير لا فيه الخير أما الذي وقع ممكن يحرك عندنا شيء يسموه يا جماعة رجعوا إلى دينكم نرجع جميعا إلى صلاة الصبح قولوا آمين نرجع إلى القرآن في ديارنا قولوا آمين أولادنا يتمتعون قال الله قال الرسول قولوا آمين ما يتمتعيش بالفاتروكي الكلاسيكو تاع البارسا والريال يا جماعة خاص نرجعوا لربي والله قضية سهلة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قضية واضحة فأنا قلت لنفسي نعم 40-60 سنة استعمار و80 هنا استدعوا فينا الصالحين فإجابتنا من القرآن دائما رب سبحانه وتعالى لما طلب من سيدنا موسى عليه السلام أن يدخل مع قومه إلى مصر واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة سيدنا موسى قال ربنا إنك آتيت على فرعون آتيت أموالا وبني فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دعا ربي يا ربي فرعون هذا طغى وتجبر يا ربي أعطيته المال يا ربي أعطيته السلطة يا ربي أعطيته كذا اطمس على المال واطمس على القلب يا رب العالمين وصلنا عليهم سيدنا موسى دعا هذه الدعوة متى استجاب الله لها متى أغرق الله بارك الله فيك متى أغرق الله عز وجل هؤلاء الظلمة وهو سيدنا موسى وما أدراك أغرقه الله تبارك وتعالى بعد 40 سنة أنت عليك الدعاء وأنك تثبت وأنك تصبر على كلمة الحق وخلي النتيجة عند الله ثق في الله غيبا ثق في الله سبحانه وتعالى وعرف أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل القدس عزيزة عند الله والمسجد الأقصى عزيز عند الله أكثر ما هو عندنا ولكن يريد الله أن يبين لك أنك إما أن تكون ناصرا للحق اللهم اجعلنا من هؤلاء أو أن تكون مخادنا للحق وهذه الله بعدنا عليها يا رب العالمين فاللهم نسألك الثبات وحسن الختام والنصر لإخواننا في فلسطين والشام